اليوم حضرنا في ورشة عمل خاصة بدور الشباب في صناعة القرار في إدارة الحكومة المحلية، وكذلك التساوي في وجود عنصر النسوي والرجالي في إدارة الحكومة المحلية. شفنا أن هنالك مجموعة أفكار لدى الشباب، ونشكر اليونامي والجمعية الأمل لغرض عمل هذه الورشة. بصراحة وجود شباب وأفكارهم جيدة، وإحنا أخذنا مجموعة أفكار مجموعة مقترحاتهم، سوف نقوم بدراسته في اللجان الموجودة في مجلس المحافظة، وسوف نرسله ونوجه هذه المشاريع هذه الأفكار إلى الدوائر المعنية لغرض أخذ بنظر الاعتبار في الخطة المستقبلية. هذه الفعالية العاشرة للقاءات الشباب وتدريب الشباب ولقاءاتهم مع المسؤولين المحليين في أربيل، وكانت مشاركة فاعلة من الشباب، وناقشوا فيها كثير من القضايا التي تهم المحافظة، محافظة أربيل، وكانت مشاركة فاعلة من الكل في إطار البرنامج الشباب العراق ريادة في الحوار. أيوة نعم، كانت الأفكار جيدة فيما يتصل بالمشاركة الفاعلة للشباب في العمل السياسي وفي اتخاذ القرار، وبالأخص أيضا فيما يتصل بمعالجة المشاكل، وقدموا أطروحات وحلول لمعالجة مشكلة البطالة والعطالة، بالإضافة إلى تفعيل القطاع الخاص وتحفيز الشباب والدور المهني للشباب. هذا المشروع هو استكمال لمشروع بدينا به بكل محافظات العراق، 500 متدرب دخلوا في هذا المشروع، واليوم في أربيل كانت هي نهاية هذا المشروع تقريبا. في دهوك، في سليمانية، في محافظات العراق كلها اشتغلنا هذا الموضوع، اللي هو الشباب هم يتحدثون عن نفسهم، الشباب هم يعرفون مشاكلهم أكثر. هذا اللي صار اليوم، كان لقاء مباشر بين الشباب وبين المسؤولين، وطرحوا به مشاكلهم وطرحوا أهم المشاكل اللي هم يحسون انه هي يعني لازم تنطرح امام المسؤولين، مثل البطاله، مثل المساواه. والمساواه مو فقط في الحياه العاديه، في القوانين بالدرجه الاولى. وايضا ذكروا عن الهجره، هجره الشباب الى الخارج، اللي صار العدد غير طبيعي. ايضا ذكروا كثير من المشاكل اللي يحسون انه هم يعني ممكن يتحدثون بها، يمكن حتى تحدثوا عن كبار السن ايضا، وعن التقاعد، وعن الضمان الاجتماعي. وكان فعلا فرصة جيدة أنه المسؤولين استمعوا بشكل مباشر إلى الشباب وأخذوا من المقترحات وكتبوها، وإن شاء الله يكون العمل بها يعني جاري.